درستها 16/6/2012. وينكم يا عرب؟ ما ظل فيكم إنسانية؟ هل ماتت فيكم بقلوبكم الإنسانية؟ نحن نقصف بالطيران وبالدبابات وبكل شيء بقولوا أنا ثقيلة عم يضربونا فيها. وينكم يا عرب؟ الروس والصين كلهم عم يقتلونا متآمرين معاهم. طلعوا على هالدمار، هل تردوا أولادكم تردوا هيك أولادكم؟ نحن ساكنين فوق الأرض بدنا نحن من رعبة؟ نحن قتلوا الأولاد من جرحى، نحن رح نموت من قصف من الطيران. هل تردوا حالكم؟ يخرب بيت سنينكم الله لا يحفظك يا بشار، إن شاء الله تلحق أبوك وأخوك والكل شيء بضربك. إلهي يا رب نطلع على الدمار يخرب بيتكم. وينكم يا رؤساء العرب؟ وينكم؟ هل بتردوا هيك على حالكم؟ نزل عليكم خديفة مثل أنا الثقيل؟ لك يخرب بيتكم راح نموت. ما خلى ولا طيران، هلا في طيران فقط عم يحلق عم يضرب علينا. هل بتريدوا على حالكم يصير فيكم هالشكل؟ لك الله لا يوفقكم، الله يدمركم يا رب، يصير في بلادكم مثل ما عم يصير فينا. وكل شيء عم يشد يا سوريا يا رب. مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك يا الله. بدي اقول لك كل شيء يا جيش حر، اصبروا وصابروا ان الله معنا ونصر قريب باذن الله. يا رب الله ينتقم من كل شيء ما بيشد لنا. الله ينتقم من كل شوفه. شوفه هي هيك بتردوها حالكم هيك بتردوها بتشوف كل اولادكم اللي احنا تحت قاعدين تنزل عليها قذيفه. طلعوا هي افنهم هيك هيك هي بتردوها على بعضكم. هي ما من احنا من جد لنا 40 سنه نعمر فيها ونعمل حتى سوينا فيها هالشكل. الله لا يوفقكم، يبعثكم ويقتلكم ان شاء الله يا رب. كل شيء ما بشد لسوريا. الهي يا رب يا روسيا يا الصين يصير فيك يا شيك يا رب يجيك زلزالك زلزليك. الهي يا رب من عندك يا رب، مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك يا الله. وين كانوا الاولاد؟ مالنا غيرك يا الله، كانوا بالطابق الارضي تحت. وين بده يكونوا؟ كانوا تحت قاعدين كل هذا الشيء. القذيفه نزلت علينا من الطابق الثاني، ما عاد نعرف شيء الاطفال شيء الصغار شيء الخدار عنا عازه بالدار. وين نروح فيهم ما نعرف. وين يا عرب؟ وين يا ناموس؟ وين يا اهل الناموس؟ هل في عدد فيكم الناموس ما عدا شوف الشرع عم تقصف خصب من الخوف؟ هل في عدد فيكم الناموس والضمير؟ الله لا يوفقكم يا رب، الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، ان شاء الله بصير بلادكم هالشكل. الهي يا رب، الهي يا رب، الله ينتقم من كل شر انتقام. الهي يا رب، الطيارة فوقنا عم يحلق عم يضربنا، عم يضربنا بكلها بالصواريخ وبالاسلحة الثقيلة. طلعوا اسمعوا عليه، اسمعوا، اسمعوا شو عم يحلق فوقنا. الله لا يوفقكم. ما عم نقدر نشيل الأطفال من تحت من كتر الجرحى. الله يحيي الله يا ربي يقصرنا عليكم. الله لا يوفقكم يا رب. الرستان 16/6/2012.